ما هي أكبر مشاكل مجتمعاتنا الآن؟ إنها مشكلة عمرها قرون عديدة ومديدة ولم تحل حتى الآن، ولم يجري الانتباه إلى خطورتها وأيضا مناقشتها وحسمها. هذه المشكلة الكبيرة هي أننا نعتبر النص الديني والحقيقة الدينية هي أم الحقائق جميعا. هذا الشيء جعلنا ننظر إلى هذه الحقيقة كأنها موجودة أو متوفرة ومن حقها أن تدخل في كل مجال، أنها أن تفرض نفسها على جميع الحقائق الأخرى. هذا شيء يجب أن نعترض عليه. لا علاقة للأمر، يعني ماكو اعتراض من عندي أو من أي شخص عاقل أو واعي يعترض على أن الحقيقة الدينية ممكن تطبيقها على المؤمنين بها، لكن هناك أشياء أخرى غير الحقيقة الدينية. هناك حقائق الحياة، حقائق العلم، حقائق الواقع، حقائق الاقتصاد، حقائق العمل، حقائق التطور، أشكال عديدة وكثيرة من الحقائق حولنا. هذه الحقائق يجب أن تنفصل عن الحقيقة الدينية أو تحترم. مثل ما تحترم الحقيقة الدينية يجب أن نحترم الحقيقة الدينية، يجب أن تحترم الحقائق الأخرى. يعني أنا ما ممكن أجي أفرض الحقيقة الدينية على نص قانوني مثلا، أو أدخل النص الديني وأفرضه على من يتحدث في عالم الرياضة مثلا، أو أدخل على عالم العلوم أنه أفرض عليه أن يفكر ويعمل بهذه الطريقة وليس بتلك. هذا شيء غير جائز، لا علميا ولا إنسانيا ولا حتى دينيا. الدين إلى مجال المحترم الذي يجب أن يعرف حدوده. الطلب الأساسي الذي نلاحظه من مكفرين أو الذين يعتبرون أنهم هم امتلكوا الحقائق كلها وأنهم سيطروا على العالم بأكمله بهذه الحقيقة وعلى العالم أن يخضع لهم، هؤلاء يعتقدون بأن هذا هي قانون الحياة، وليس قانون الحياة فقط، قانون الفكر أيضا. يعني ما من حقك أن تفكر إلا بطريقتهم، وهذا يؤدي بنا نتائج وخيمة وخطيرة جدا، وهي أن هذا الذي يتحدث بهذه الطريقة أو الذي يتحدث بهذه الطريقة يريدون أن يصبحون هم الآمرين الناهين على الناس جميعا. والأخطر نتيجة، الأخطر من هذا كله، أن هذه النتيجة تؤدي إلى سلب الحريات. وسلب الحرية معناه سلب الإنسانية. معنى أوضح أنه الإنسان يتحول إلى آلة، الإنسان يفقد إنسانيته. هذا الإنسان اللي هو الخالق أرسل كإنسان وليس كآلة يستعملها كل من يشاء، وإلا الآية تقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهناك آية أخرى، آيات كثيرة منها أذكر لكم مثلا أنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكيف أنت تعترض على القول الإلهي الذي أنت تؤمن به وتحاول أن تفرض أو تهدي من أحببت، والإله نفسه يقول أنك لن تهدي من أحببت؟ يعني هذا شيء في قمة الكفر، أن هذا الذي يكفر هو نفسه كافر. هذا الذي يقول بأن الحقيقة الدينية هي أم الحقائق وأن على جميع الحقائق الأخرى والوقائع والأشخاص وأشياء أن يخضعوا لهذه الحقيقة الدينية التي أنا وحدي أعرفها، التي أنا وحدي أحدد ما هي. هذا السلوك على مستوى التاريخي أيضا أدت بنا إلى منع انتشار ثقافة التكفير، ومنع وأيضا بالمقابل انتشار ثقافة عدم التفكير، أن التفكير غير مسموح به، أن عليك، لأنه الإنسان ألغيت إنسانيته، فأن على هذا الإنسان بالتالي أن لا يفكر، عليه أن يتبع ويطيع. والهدف الرئيسي دائما هو الحفاظ على انحياز الدين أو حظيرة الدين، والحظيرة هي للحيوانات.
إذن كلامي ليس فيه تجني ولا وليس فيه ادعاء ولا مبالغة. هي الأسماء الدينية اللي استخدمها الفقهاء هي أسماء لها علاقة بالقطعان وليس لها علاقة بالإنسان. الإنسان مرفوض في هذا الفقه الشائع. أنا لا أقول الدين الأصلي، لا، أنا أقول أن الفقه الشائع والدين الشائع أو الدين كما نعرفه، هذا الدين كما نعرفه يفترض بأن الكل يجب علينا تكفير كل من يفكر، كل من يحاول أن يقول بأن الحقائق الدينية ليست كل شيء. الدين ليس حقيقة دينية والنص الديني لا غير معني بكل شيء، إنه إلى مجاله وإلى حدوده وإلى مساحته. الدين لا يمكن أن يدخل في جانب العلمي، العلم إلى وضعه. هذا ممكن قبل 1000 سنة ممكن يقول الدين ممكن يسيطر على كل شيء، كان الدين يعني شائع وعام ويدخل حتى الطب يدخل به، لأنه ما كان أكو تخصصات واضحة ومناهج واضحة للتفكير والتغيير والتطوير. هذا كله أشياء حديثة معاصرة على الدين أن يتأقلم معها. والنتيجة الأخطر من كل هذا أن هذا الدين أو الذي يرفع لواء الدين ويحرض عليه ويكفر الناس بسببه عليه أن يعرف بأنه هذا السلوك لن ينفع أحد، لن ينفعه هو أيضا، سيؤذي أولاده، سيؤذي المجتمع، سيؤذي ناسه وأقرباءه ومعارفه. صحيح هو يكسب مكاسب وقتية لكن هو بالمستقبل راح يؤذي الجميع، وهو أيضا نفسه هذا اللي الآن حتى إذا خلنا نفترض هو كسب الأموال وصار عنده قصور وجواري ونساء وكل شيء، لكن هو يعيش في وسط مقهور، وسط مدمر، مجتمعات متخلفة. ما جدوى هذا كله؟ ما جدوى أن تكون موجود في مكان وأنت غني ومرفه لكن حولك كل الناس اللي حولك هم فقراء وتابعين ومحتاجين للعالم في كل شيء، وفي أي لحظة كل هذا ينهار بسبب التدهور العام في المجتمع بأكمله. الدين حتى أوصل الموضوع أن أقول يعني الدين حتى أثبت بأنه الدين ما له علاقة بهذا بالقيم المعاصرة، قيم الإنسانية وقيم الحريات. الدين يعج بالآخرة، يعني ماذا يقدم للدين؟ أنا الآن كإنسان في القرن العشرين ماذا يقدم للدين؟ لا يقدم لي شيء، إنه على الإطلاق لا يقدم لي أي شيء ملموس في حياتي. ممكن يقدم لي عزاء روحي بأنه عندما أموت راح أروح للآخرة وأحاكم هناك وأدخل الجنة أو النار، لكن أكثر من هذا شنو؟ ماذا هل أستطيع أنه أنا الدين يساعدني في إيجاد طريق للحياة بمجال الاقتصاد، مجال التجارة، مجال العمل، مجال تطوير قدراتي كطبيب، تطوير قدراتي كمهندس، تطوير قدراتي كإداري، تطوير قدراتي كسياسي أيضا، كعالم اجتماع، كعالم نفس. هذا كله ما الدين ما يعني شو اللي يقدم لي به؟ حتى كالمجال الطبي، يعني هل يمكن أن نكتفي الآن بالدعاء الديني مثلا لكي أشفى؟ خلينا واقعيين، ما كده على المبالغة والكذب أنه أدعي والله يشفيني، لا، ما كوش حكي، يعني هذا كلام نفسي حطه على جانب نفسي، لكن خلينا واقعيين، عندما تمرض تروح المستشفى، المستشفى منه بنا؟ ما بنا الدين. صحيح ممكن رجل ديني يتبرع بفلوس وكذا، بس هو الدين بس هو هاي حدود اللي يقدرها كأي إنسان آخر، ممكن يتبرع أو يحكم المستشفى، لكن المستشفى بحد ذاته كيف ممكن أن يمارس عمل عن طريق أطباء يتخرجوا من معاهد كليات وتجارب ومختبرات وعلم واتصال بالعالم كله وبروتوكولات طبية وأكو عاش. هاي كلها الدين شنو علاقته بيه؟ زين الدين شنو علاقته بنظم الدولة الآن والمعاصرة والقانون؟ ما له علاقة. فإذا الدين بالنتيجة لا علاقة له بالحياة المعاصرة. هنالك جانب روحي شخصي هو هذا الجانب الوحيد اللي يبقى للدين.
كان سابقا الناس يعني مجتمعات متخلفه عموما في الشرق والغرب بالعالم كله، كل الشعوب كانت متخلفه، ولكن اجت الحداثه وتطورت الناس واختلف الامر تماما. الدين ما زال نتاج تلك الفتره السحيقه من التاريخ، وليس سحيقه تماما لكن هي هو نتاج ذيك الفتره. انت تاتي الان وتريد ان تفرض واقع تلك الفتره علينا، فهذا امر جنوني، يعني جنوني يعني نوعا من الطوباوي. يجب ان نكون واقعيين. انا اخاطب الشخص المتعصب، اخاطب الشخص الذي يعتقد بان الدين هو فيه كل شيء، هذا كلام غلط يا اخي. فكر، انتبه الى حقيقه ما انت فيه. انت تورط مجتمعك وبلدك وحتى عائلتك وحتى سلالتك واولادك ومستقبلهم، تورطهم بقضايا غير واقعيه ولن تؤدي الى نتيجه، بالعكس ستؤذي مجتمعك، ستؤذي شعبك، ستؤذي دينك نفسه. دينك الان مشوه، وايضا دينك ليس مشوه فقط، دينك هو نفسه مستغل الان، لانه هو وسيله للدول الاخرى للعب به، انه وايضا اداه لاستعمالك، تحولت الى اداه، لانه انت عندما تكون تفقد انسانيتك تحول الى اله. الى ماذا تحول؟ تحول الى اله، والاله بطبيعتها اله لها علاقه بالماضي ما لها علاقه بالحاضر. الاله اله للنقل، وهكذا يقول لك الدين الشائع، او كما نعرفه مثل ما اقول انا، الدين الشائع يدعو الى النقل، لا يدعوك الى العقل. ما معنى النقل؟ معنى النقل انه تحول الى اله. الاله لها علاقه بالماضي، الاله ما لها علاقه بالحاضر، احنا حاضرين بلا حضور في هذا العالم. هذا العالم كله يتقدم ويتحرك ويتطور ويسوي اشياء وينجز ويبتكر، الكل يتسابق ما عدانا نحن. ما لماذا؟ لانه انت تستمع الى الكاهن او رجل الدين، التاجر الدين الذي لا تعرف مع من يتصل، ما تعرف من ما هي مصالحه، لا تعرف حقائقه. هو صحيح تشوفه رجل طيب وكيس ويتحدث بلباقه، لكن هي مو هاي الحقيقه. حقيقة الرجل تشوفه يعني عنده اتصالات ضخمة، وصحيح ربما هو رجل دين صغير لكنه مرتبط برجل دين أكبر منه، وهؤلاء جميعا مرتبطين باستخبارات بدول عظمى وشبكة هائلة من فأنت تيجي تورط نفسك معه شنو؟ أنت الدين هذا اللي تستعمله تأذي به نفسك تأذي الآخرين، هي بالنتيجة هيك. وكثير يعني الأمثلة لا تعد ولا تحصى، لكن عندنا هذا الجانب العاطفي. أنا الجميع الآن يسيطرون عليه. أنا يقول لك أنا ما أدخل، أوكي أنا أحب الدين ومتعلق به، لكن أنا ما أدخل في تفاصيل الأخرى. حفاظاً على الدين نفسه وعلى أنفسنا وعلى مجتمعاتنا. ونعزل حقيقة الدين، يعني نجعلها حقيقة لها حدودها المعروفة. ونتقبل الحقائق الأخرى بصدر رحب ونتفهمها ونعتبرها أشياء أساسية، وبالعكس هذه تحرض الدين ومعتقدنا الديني على أن يتماسك أكثر من السابق، وأن يمتحن نفسه ويطور نفسه. وهذا اللي حصل طبعا فعلا بالنسبة للدين المسيحي. الدين المسيحي الآن يختلف عن الدين قبل 200 سنة، كان دين عنيف نفسه بالطبع تقريبا، بالعكس كان أشد من ديننا الآن، الدين الشائع الآن. الدين المسيحي قبل 200 سنة كان يعني شيء مرعب لا يطاق، تخيلوا. مع هذا الآن استطاع أن يتأقلم مع الواقع، لكن أرغم طبعا أرغم على هذا، وهذا دليل على أنه الصراع الدين الإسلامي مع الحداثة ومع التطورات التطور مع الإنسانية لن يؤدي إلى نصر. صحيح أنا عاطفيا نتحمس الدين الصحيح وأن الدين هو الغالب ولا لا غالب إلا الله، شعارات حماسية هاي، حتى اي عقيده عندهم اشعارات يعني ليست بالابتكار العظيم، وهي هاي يعني نوع من التوجيه السياسي العقائدي اللي يغذيه ائمه جوامع ومساجد، ومثل ما كان يغذيه بايام صدام قاده الفرق والرفاق الحزبيين
والاجتماعات الحزبية والتوجيه العقائدي ودروس الثقافة الوطنية بالمدارس وبالجامعات، هاي كلها كانت تغذي، والطلائع والكشافة، هاي كلها عمليات كانت تغذي هذا التوجيه السياسي، وكلها كانت تعتقد بأنه هذا النظام القومي العريق سينتصر في النهاية وبالأخير وبلحظات طار. فإحنا لا يعني نتأقلم، علينا أن نقتنع بالنهاية أن أنا الحقيقة الدينية حقيقة محترمة وممتازة، لا أقول أنه الحقيقة شخصية، لا خليها تكون، خلي هاي الحقيقة تشمل المؤمنين بها، المؤمنين بها، لكن لابد أن نعترض جميعا، وأولهم نفسهم المؤمنين بها الحقيقة الدينية أن يعترضون جميعا على أن تتدخل الحقيقة الدينية بالحقيقة العلمية. بمعنى حتى أبسط الموضوع، الحقيقة الدينية لا يجوز أن تدخل إلى المستشفى حتى تفرض حقيقتها. أنت تروح المستشفى رجل اللي يسوي عملية أنت ما لك علاقة به أو ما يسوي، يعني أكو حتى بالمسيحيين مثلا قضية الإجهاض قضية معقدة جدا ومركبة ودخلت بها مصالح وسياسة، هذه أيضا ما لك علاقة بها يا أخي. مدرسة يدرسون نظرية التطور، خليه يدرسون، ما لك علاقة، هذا علم، مثل ما أنت تدرس أن هنالك ملائكة وشياطين وجن وعفاريت وهناك حيوانات تطير وحيوانات تحلق وتسافر وتخترق الطبقات السماء وأفلاك السماء، هو أيضا تركه. فكل واحد يحافظ على حقيقة تحترم حقيقته ويؤمن بها، لكن يحترم الحقائق الأخرى، وهكذا تمشي الحياة. الطريقة اللي نفكر بها هذه وين راح تأدي بينا؟ راح تأدي بينا بأنه أنا هذا التفكير الواحد يحول الناس إلى آلات، هذا راح يخلي الواحدية الإلهية إلى طغيان. يعني هي هاي الفكرة الأساسية، ليش نباوع أنه هذا التوجيه العقائدي اللي يخوض الفقهاء الكبار أنهم شو يسوون؟ ما يتحالفون مع أما يتحالفون مع القيادات السياسية الكبيرة، والقيادة السياسية الكبيرة طبعاً ترتاح لهم لأنهم أتهم يعني قاعدة شعبية كبيرة بكلمة واحدة يقدرون يطلعون الشعوب للشارع أو يرجعوهم. بعدين السياسة كان بدل ما تعب نفسي وتعامل مع شعب بالملايين، فخلني أتعامل مع هذا الشخص اللي أدى حظوة اجتماعية ودينية، أتعامل وياه هو بخطبة جمعة واحدة بكلمتين قعدتهم بالبيت، ما يخليهم يطلعون ولا يحتجون، ويشبعون الأمرين والفقر وجوع وظلم واستبداد ولا مساواة وبطالة، وهاي كل السيئات يقلك خلاص السياسي يرتاح. السياسي ما عنده مشكلة، السياسي هو يلعب على الحقائق الموجودة، لا يبتكر شيء، لكن الذي يسيطر على الثقافة والوعي الجماهيري هو رجل الدين، ما عندنا غيره بالعالم الغربي. لا أكو نخب كبيرة ثقافية ويعني فلسفية ونخب اقتصادية ونخب شركة، نخب كثيرة، بس احنا ما عندنا هذا الشيء، عندنا فقط رجال دين ورجال ثروة يعني مو ثروة، يعني ثروة وسياسة، ثروة وسلطة، ما عندنا رجل الثروة يطير بيومين لحظات حتى لو قدم مليارات ومليارات. على كل حال اللي اقوله هو بالنتيجة انه هاي الواحدية اللي 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 تحول الإنسان إلى قطيع أو تلغي وجود الإنسان راح تؤدي بالنتيجة إلى طغيان. فماذا جنينا؟ خسرنا كل شيء. أولاً خسرنا الدين الذي أرسل، الذي اعتبر الإنسان هو خليفة على الأرض وتحول إلى ليس خليفة، تحول إلى آلة. والثاني خسرنا مجتمعنا. والثالثاً خسرنا إنسانيتنا كما قلت. يعني ماذا تبقى؟ المفارقة وين؟ المفارقة بين العالم الغربي قال نيتشه بأنه دعا أو قال بأنه مات الإله. بالحقيقة اللي إحنا اللي صار عندنا مو مات الإله، مات الإنسان. إنسان مات اختفى، ما موجود اللي صار عندنا. بدليل شوفوا جوائز نوبل، شوفوا المختبرات، شوفوا التطور بالعالم، شوفوا الابتكارات، أين نحن؟ غير موجودين. فالمفارقة أنه موت الله أدى بنا إلى أن موت الإنسان، وليس موت الله فقط، وأيضا يعني احنا جمعنا كل السيئات بالعالم الغربي. نيتشه قال بموت الإله وأنه الإله مات وأصبح الآن هو الإنسان هو المسيطر، وأن الإله القديم انتهى،
وصار بها تفسيرات كثيره، مو هذا القضيه، القضيه انه موت الاله هناك، صار عندنا هنا موت انسان، لكن اجتمع معها موت الاله نفسه، اصبح الاله هو غير موجود. حتى الاله تم اختطافه لصالح الولي الفقيه او امام الجمعه او في فتره ابو بكر البغدادي، اي شخص يجي يتعارك حتى يحصل هذا المنصب، منصب التمثيل الالهي، منصب انه هو الذي يطيع الله والذي ينفذ إرادة الله ويعتبر أنه الله كلفه وهو يدافع عن الله. أي معنى أن الإله هذا العظيم الذي هو صاحب كل شيء وخالق كل شيء، هذا الإله بحاجة إلى من يدافع عنه. يعني هذا الشخص يجي يصير محامي عنه، وهذا الشخص يجي يفرض سلطته على الناس أجمعين ويقول أنا وليس غيري وعلى الجميع طاعتي كما يطيعون الإله، أي أنه ينصب نفسه مكان الإله. هذا كلام يعني لا يمكن أن يعني يجي ناس يقلك ليش تحدث، لا يجوز الكلام عن الدين بهذا. يا أخي مكافي كافي، هاي حياتنا تدمرت، مستقبلنا تدمر، وش راح تخسر؟ كل شيء خسران يعني أصلا إحنا. فإذا خلينا نواجه ونكون شجعان ونواجه الحقائق، وما كنا نخاف بعد، لأنه هو احنا خسرانين، فلا بد ان نواجه هاي الحقائق. انه الموت الاله ايضا حتى كملها اللي يرتقوله، لان موت الاله هو اختطاف الاله. احنا مو الغربيين، عالم الحداثه دعا او قال بانه اصبح موت الاله حقيقه راسخه. احنا عندنا موت الاله واختفاء الاله واختطاف الاله وموت الانسان، يعني هاي كل شيء ما عندنا، لا عندنا دين ولا عندنا دنيا. هذا الدين اختطف هذول كم واحد، ويوميا ويتعاركوا طبعا، وتطلع تتفرخ حركات اسلاميه وعقائديه، واحد يذبح الثاني، واحنا متفرجين او ضحايا، واحده من عشان. اما سعيد يعني اللي حظه لطيف ممكن نهزم راعي لدوله اخرى، او اخت اللي قالها مكان مؤقت حتى يحافظ به على نفسه واهله. لا هذول، وهاي الحروب مستمره التاريخ كله من 1400 سنه يتقاتلون بعضهم على ماذا؟ على منصب الممثل الوحيد لله. وكيف؟ هو اختطف الله، اخلى بعبه يعني او في جيبه، ويريد يختطف المجتمع باكمله بعد ذلك. فهي العمليه واضحه. انت قل بانه هذا الدين الصحيح، مو هذا، انا راح اطلع الدين الصحيح مالتي. فيجيك ولي فقيه، يجيك إمام جمعة، ويصعد يكبر ويقول لك هاي الدين مالتي ولازم الكل يتبعه، وهاي تشتعل الحروب. هاي نتيجتها، هذا نتيجة موقفنا مع هؤلاء، واستعداننا للتضحية بإنسانيتنا وقدرتنا على التفكير والتحليل وطرح الآراء. الشيء اللي يقوله بعد الفكرة الأساسية، أنه هذا الدين اللي يتحدث عن هؤلاء ما أدى إلى أن يرتفع بأخلاق البشر، بالعكس نلاحظ جميعا بأن أخلاق الناس سيئة جدا، بينما الناس اللي تطوروا وتعلموا واحترموا العلم والقيم الحداثة الآن هم في قمة الأخلاق. لكن هذا الدين اللي يدعي الأخلاق أو أصحاب الدين هذا كما نعرفه أو الشائع، هذا الدين هو في أسوأ أنواع الأخلاق، قتل وظلم واستبداد ولا مساواة وفقراء، وفي أقصى شيء عندما تحدث مع أحد من هؤلاء المتعصبين يقول لك لا إحنا نلتقي صدقات ونقدم مساعدة للفقراء، والجمعيات والمؤسسات الدينية تقوم للفقراء وتقدم لهم خدمات، وأيضا هنالك رفق بالأيتام، وننشر ثقافة ما اعرف ايش تسامح او شيء من هذا القبيل والاحسان. يا اخي ما هذا كله كلام سخيف صراحه، سخيف. ليش؟ لانه شنو الاحسان؟ شنو تساعد الفقراء؟ شنو تقدم لهم صدقات؟ انت اصلا تجرم الفقر، هاي قضيه قديمه. فقير لا يجوز بعد الان ان يوجد فقير في بلد، هذا عار على المجتمع، على اي مجتمع. عار على مجتمع يوجد فقير واحد، عار على مجتمع ما عنده انسان، ما عنده سكن. العدل هو شنو فائدة الدين؟ يعني شو أسوي بالدين أنا إذا ما يقدم لهذا الشيء؟ إذا تعتبر أن الدين هو الدولة، أوكي تفضل،
تفضل قدم لي خدماتي، خليني اعيش بحياه لطيفه. هذا يكشف بانه هؤلاء لا يطمحون الا للسلطه، لا يطمحون الا بمنصب الاله. يعني يزيحون الاله ويجلسون في مكانه، يبقى بس انه هو الخلود مالتهم ما راح يحصلونه. لكن هم يردون يخلدون اولادهم وثرواتهم وهكذا، وهذه مجرد. الخلاصه انه العلم بالدليل القاطع لبى حاجات الانسان بالسعاده وبالخير وبالاستقرار وبالصحه وبتوفير وسائل الراحه. اما الدين فلم يوفر الا وسائل الحرب والقتل والكراهيه ونشر الفرقه بين الناس. نشوف العلم والعلماء، شوف الحضاره، شوف الناس شلون تطوروا، شوف السعاده بين الكفار. هذا دليل اختبار لك. الاختبار ليس هو ان تلتزم بالدين ورغم كل هذه المغريات، هذه ليست مغريات. الحياه الكريمه السليمه الصحيه ليست اختبار. بالعكس، انت بالعكس حياه صحيه سليمه والنجاح في الحياه وتحقيق السعاده، هذا بالعكس هي قمه الاختبار لان تحافظ على دينك. فانت انشر السعاده وانشر التسامح وتفهم الاخرين، هذا راح يؤدي بنا الى ان نشعر بانه ديننا والدين الذي ننطوي عليه دين متسامح، قدم لنا معونه كبيره وليس يقدم لنا كل ما هو فيه يعني وسيله، مجرد وسيله للتفرقه للفرقه والشقاق والنفاق. ليست هكذا الامور. اختم واقول بالانسان لم يتحول بعد الى مجرد اله للنقل والاستعمال، انما ايضا تحول الى مجرد اله تلغي المعرفه وتقتل المعرفه وتحارب المعرفه. فهو يقول لك لا ماكو معرفه، لا ماكو، يعني ماكو داعي تروح الجامعات، ماكو داعي تروح، يعني هو صحيح يحون بس يقول لك لا، احنا هاي نروح نختار اللي يعجبنا فقط، اللي يتوافق معانا، لان احنا عندنا علمنا الخاص، العلم اللدني. فاذا انت هاي المعرفه ماكو داعي تروح تستجيب لها. اذا المعرفه هي اللي الموجوده عندنا، احنا اهل المعرفه. فإحنا المعرفة القديمة مالتنا هي اللي تفيدنا. أي معرفة أخرى موضع شك وأيضا موضع رفض. وحتى بالمنصوص الديني، النص الديني يقول بأنه القائل برأيه حتى لو كان مصيبا وعلى خطأ. فتخيل وقاف ليها، يعني ما يخليك تفكر، لا تفكر، انتهى الموضوع. فالمعرفة بالدين فقط هي أنك ليس أن الإنسان يتحول إلى مجرد نقل أو مجرد ناقل للأفكار وللأعمال ويتبع أوامر الآخرين عمليا بالحياة، إنما أيضا يطبق المعرفة أو العلم الذي هو يأتي من القديم والذي يقوله له الإمام الجامع أو الشيخ الذي يتربى على يديه أو يتلقن منه نصوص الدين وتعاليم الدين. إذن هو ما دوره، يعني هو يتحول إلى عبد. عبد ليس لإله، عبد لهذا. الفكره انه احنا المشكله وين، الخطيره الاساسيه، وهو انا ارجع لنظريه التثبيت اللي انا راح اطرحها بحلقه منفصله، انه نظريه التثبيت تقول بانه الانسان المشكله القديم كان يريد مرجعيه له، كان يشوف العالم حوله متغير ومريب وخطير وفيه اشياء لا يمكن الثقه بها، واذا كان استقر في مكان فهذا المكان في اي لحظه يصير بفيضان أو بيصير بزلزال أو بيصير بمشكلة أو يتعرض إلى حروب إلى غزوات. دائما المكان أو الزمان غير ليس بمصدر للثقة. فالإنسان كان دائما بحاجة إلى أن يثبت في قضية، وكل ما يثبت في مكان هذا المكان يهتز ويدمر بطريقة أو بأخرى. لا يمكن أي شيء أن يستمر، كما يقول هيراقليطس بأننا لا نستطيع بأننا لا نستطيع أن نعبر النهر مرتين، معنى أنه الصيرورة مستمرة، أن كل مرة ننزل إحنا ننزل في شكل جديد، سواء إحنا تغيرنا أو النهر تغير، أي أن الحياة دائما في حالة حركة مستمرة. إذن الحل الإنسان القديم كان أنه يلجأ إلى تثبيت شيء، تثبيت حقيقة وإيمان بقضية واحدة ويتمسك بها مهما كان تغير، فيعتبر بأن هذا التمسك بهذا الإيمان هو اللي راح يخلصه. أشبه بطوق النجاة أو مرساة، أنه سفينة، أنت عبارة عن اعتبر نفسك سفينة في بحر هائل، ف
وهاي السفينة تضع المرساك وتثبت بهذا المكان، مهما حدث لن تغير مكانك ولن تغير رأيك. هذه الفكرة تحولت إلى إله ثابت فوق الخارج التاريخ وخارج الحياة، أو يسيطر على كل شيء وفي منأى عن أي متغيرات. الإله ثابت، الحق ثابت، النص ثابت، هنالك حياة الآخرة، الإله خالد لا يموت لا يفنى، الإنسان عندما يذهب إلى الآخرة لا يفنى، كل شيء ثابت. كل هذا الإنسان ابتكره حتى يأكد حقيقة بأنه يرفض المتغير. هذا أدى بنا أن نرفض أي تغيير، أن نتحول إلى أصنام. يعني فكرة الصنم هي هاي الفكرة نفسها، الفكرة الصنم الأديان التوحيدية طلعت حتى تدمر الأصنام. لماذا؟ لأن اعتبرت أنه تثبيت، لابد أنه نتأقلم مع الحياة ونجد مشكلة حلول مشاكل الناس. لكن ماذا فعلوا؟ دمروا الأصنام وخلقوا أصنام أكبر بكثير من الأصنام التي تراها بالعين. جعلوا المفاهيم مثل الحق، الله، الخير، الشر، الشيطان، اخترعوا مفاهيم اخترقت الرئيس وتأسست وصارت إنها أقرب من حبل الوريد. هاي المفاهيم أكبر من الأصنام بعشرات الأضعاف. فهم اعتقدوا، مو بس رجال الدين التوحيديين يعني سواء المسيحية أو اليهودية أو الإسلام، حتى الفلاسفة أفلاطون وأرسطو وغيرهم، ديكارت، حتى لحد ديكارت وهيجل وحتى سبينوزا أيضا، هؤلاء ابتكروا مفاهيم ليست أكثر، هي مجرد أصنام، أصنام هائلة الحجم. أجت الأديان التوحيدية ماذا فعلت؟ كسرت الأصنام اللي هي كانت الواسطة بين العبد والمعبود، أي بين المؤمن وبين الله، وجعلت بدلا من هذا الصنم الذي هو من حجر، جعلت كلمة الله المفهوم هي الواسطة بين العبد والمعبود. إذن ماذا فعلت في الحقيقة؟ فعلت أنه رفعت الحجر ووضعت الصوت أو اللغة أو المفهوم الفكري للإله. هذا راح يكون موضوع الحلقة المقبلة عن النص الديني والحقيقة، وسيتناول موضوع المفهوم الذي تحول إلى صنم، والصنم بقوة تعادل أضعاف أضعاف الصنم الأصلي، وهو الآن سبب مشاكلنا الأساسية اللي جالتنا. نظن بأننا موحدون ولكننا في الحقيقة لم نفعل شيئا، لم نغير شيء الكثير عن الأديان القديمة، إنما طورنا فكرة الصنم وجعلناها فكرة لغوية مفهومية فكرية. أشوفكم بحلقة مقبلة، وشكرا للإنصات، أتمنى أسمع آراءكم وإلى اللقاء.